رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الانتخابات النيابية المقبلة ستفتح صفحة جديدة للنهوض والتغيير، مؤكدا ضرورة إجرائها في موعدها. قاسم وخلال رعايته حفل تكريم الناجحين والمتفوقين في الشهادات العليا الذي أقامته جمعية كشافة الإمام المهدي في مدينة الإمام الخميني الكشفية زوتر قضاء النبطية، لفت إلى أن المعركة الانتخابية هي للحضور القوي والمؤثر في مستقبل البلد وفي خدمة الناس بمنأى من معادلة الأكثرية والأقلية. أن يحمل رؤية لخدمة الناس وحماية الناس بقوة الالتفاف الشعبي، هذا هو المعيار الذي سيؤثر في رسم مستقبل لبنان للسنوات الأربع القادمة. نعم، نحن مهتمون بضرورة التصويت ونحث الجميع على المشاركة في الانتخابات، لأنها انتخابات مهمة ومفصلية، ولا يجوز أن نترك لبنان لأولئك الذين يريدون تخريبه بعناوين مختلفة. ولا تخشوا على علاقتنا مع حلفائنا، إن شاء الله كل الأمور تسوى ونستطيع أن نتفاهم في الغرف المغلقة على الشكل وعلى المضمون. كونوا مطمئنين أننا نملك عقلا وقلبا يسع أن ننتقل من حالة التأزم إلى حالة التعاون والتفاهم وأن نواجه التحديات. وفي الختام وزع الشيخ قاسم ورئيس جمعية كشافة الإمام المهدي نزيه فياض شهادات التقدير العلمي وأوسمة التفوق العلمي على المكرمين.